أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تنطلق في تحديد رؤيتها لبرنامج أطروحات ومجالات العمل به، وما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، وبدأت حواراً مجتمعياً بشأنها مع مختلف الخبراء والمختصين. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي بهدف مناقشة التصور المتكامل لبرنامج أطروحات الحكومية. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تحرص على مراقبة الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي باستمرار، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إجراء تقييم موضوعي لأداء السوق المصرية خلال المرحلة الحالية لاتخاذ الخطوات المناسبة في التوقيت الملائم لتفعيل برنامج الطروحات. كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مواصلة العمل على إعداد تصور واضح لبرنامج الطروحات في البورصة للانتهاء من الصورة النهائية للبرنامج خلال الفترة المقبلة. شهد وزير البترول طارق الملا ورئيس شركة شيفرون العالمية مايكل ويرث التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر. ووفقا للاتفاق، ستقوم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والشركة العالمية بتقييم الفرص المحتملة لنقل الغاز المتاح في شرق المتوسط لمصر لتعظيم قيمته عن طريق إسالته ليتم إعادة تصديره وبيعه بحيث يكون ذا جودة اقتصادية. من جانبه، صرح رئيس الشركة بأن لديها خططا لحفر أول بئر استكشافي في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط سبتمبر القادم، وأن نتائج الدراسات السيزمية جيدة. اتفقت مصر وقطر على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري القطري لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وخلال اللقاء، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع نظيرها القطري محمد بن حمد بن جاسم الثاني، دعت الوزيرة الشركات القطرية لزيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات التعاملات على تراجع جماعي للجلسة الثالثة على التوالي. تراجع رأس المال السوقي بنحو 2,800,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 646,774,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9,728 نقطة، وأغلق عند مستوى 9,680 نقطة منخفضا بنسبة 49%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1820 نقطة، وأغلق عند مستوى 1805 نقاط متراجعا بنسبة 82%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2693 نقطة ليغلق عند مستوى 2674 نقطة منخفضا بنسبة 74%. إلى أسواق العملات، حيث تبنت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18.71 جنيه للشراء و 18.78 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.67 جنيه للشراء و 19.76 جنيه للبيع. أما بالنسبة لسعر الإسترليني، وصل سعره إلى 22.94 جنيه للشراء و 23.04 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.09 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، فوصل سعره إلى 4.98 جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع. وصلت معظم بورصات الخليج خسائرها مع استمرار قلق المستثمرين بأن يؤدي تجديد السياسات النقدية إلى حالة ركود على مستوى العالم. ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.6% مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة. كما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.1%. ونزل المؤشر القطري 4%، في حين خالف المؤشر السعودي الاتجاه العام ليرتفع 6% بعد يوم من تسجيله أكبر تراجع يومي في نحو 7 أشهر.
في بورصة طوكيو أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، إذ أقادت أسهم قطاع الطاقة الخسائر، وانخفض المؤشر نيكاي بنسبة 74%، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 92%، كما تراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة 9.13%، وقادت خسائر 33 مؤشرا صناعيا فرعيا في بورصة طوكيو بعد هبوط أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وياسر لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا.